مشاهدينا صباح الفل واهلا بيكم في حلقه جديده من زي الشمس، حلقه يوم الجمعه اللي بتبتدي زي كل حلقات زي الشمس الساعه 9 صباحا. امبارح في اول الحلقه اتكلمنا عن موسيقى هارلم شيك والرقصه اللي بيأديها الاف ان لم يكن ملايين الناس حول العالم على هذه الموسيقى، وعرضنا بعض الكليبات من انحاء العالم وعرضنا كمان كليبات من جوه مصر. كان في كليبات من شركة لينك دوت نت اللي موجودة في المعادي، من الغيط، من أحد المدارس الابتدائية اللي موجودة في مصر. اتكلمنا عن ان في دعوة من عدد من الناشطين على فيسبوك للتوجه الى مقر مكتب الارشاد، مقر الاخوان المسلمين اللي موجود في المقطم، واداء رقصة هارلم شيك قدام المكتب اعتراضا منهم على سياسات جماعة الاخوان المسلمين. يعني ناس كانت متشككة شوية هل في عدد كبير هيظهر ولا لا، ولكن من الواضح ان عشرات ان لم يكن المئات توجهوا بالفعل الى المقطم وقاموا بهارلم شيك هناك. فيديوهات كتيرة موجودة على موقع يوتيوب، لو دخلتوا كتبتوا بالعربي هارلم شيك مقر الإخوان المسلمين هتشوفوا عشرات إن لم يكن مئات من الناس اللي راحوا اعترضوا بشكل مبتكر وبشكل سلمي قدام مقر جماعة الإخوان المسلمين عن طريق أدائهم للرقصة دي. فيديو تاني لقيناه على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه للأسف فيديو يثير الغضب. الفيديو موجود في فرنسا أو تصور في فرنسا عن تمثال موجود في أحد المدارس الفرنسية. التمثال هو لشامبليون، وشامبليون زي ما احنا عارفين اللي فك طلاسم اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة، ولكن للأسف التمثال معروض ورجل شامبليون فوق راس أحد الفراعنة، أحد قدماء المصريين بدون تحديد هو مين هذا الفرعون. وكأن التمثال أو الفنان اللي نحت هذا التمثال حال لسان حاله بيقول إن إحنا اللي فكينا طلاسم اللغة الفرعونية القديمة وإحنا اللي زي ما نقول إيه قهرناها، دوسنا عليها أو صعدنا بيها إلى مرحلة تانية. الفيديو بصراحة لأي مصري بيعتز بحضارته أو أي حتى شخص محب للتاريخ في أي حتة في العالم هو فيديو مثير للغضب بشكل كبير جدا. أعتقد أن الغضب ده لازم يكون بشكل سلمي، بشكل في إطار حرية التعبير لوحدها مش في أي إطار تاني. الغضب ده ممكن نكلم فيه السفارة الفرنسية للقاهرة ونبلغها اعتراضنا عليها بشكل مكتوب أو عن طريق رسائل إلكترونية مش عن طريق التظاهر قدامها. ممكن كمان أن وزارة الخارجية تكلم الحكومة الفرنسية وتعلن اعتراضها عليه. ما أعتقدش أن اعتراض الحكومة المصرية أو وزارة الخارجية المصرية ممكن يؤدي إلى أي شيء، لأن في فرنسا ده هيندرج تحت بند حرية التعبير، لكن عندنا في مصر ده يندرج تحت بند قلة الذوق. أخبار كتيرة معانا النهاردة وضيوف كتيرة موجودين في زي الشمس، حلقتنا متنوعة. عندنا فقرة رياضية هنتكلم فيها عن خسارة النادي الأهلي الشديدة جدا اللي حصلت امبارح من حرس الحدود بثلاث إجوان للا شيء. هنتكلم كمان عن دعوات أطلقها عدد من الوزراء المصريين إلى صندوق النقد الدولي بمواصلة المفاوضات الأسبوع الجاي ده أو 10 أيام. أحد الوزراء قال إن هو بيتوقع إن القرض يوصل لمصر في شهور قليلة، إمتى بالظبط هنتكلم في فقرتنا النهاردة. وأخيرا هنشوف إزاي ممكن تحسن فرصك في الحصول على عمل في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. ولكن قبل كل حاجة بنتكلم عن الأخبار وصفحات الجرايد. ومن الأخبار اللي شفناها امبارح هو خبر لقاء الرئيس مرسي بوفد من سينا وتأكيده على توجيه 100 مليون جنيه لدعم مشروعات تطوير شمال سينا. علشان كده بنطلب من حضراتكم المشاركة على صفحتنا على فيسبوك النهاردة، بنسألكم إزاي أنتوا شايفين قرار الرئيس مرسي؟ هل هيساعد في حل مشاكل المحافظات دي؟ سينا امبارح وقبلها بعدد من الأيام بورسعيد، هل هو محاولة لاحتواء الغضب في الشارع أم هي قرارات متأخرة؟ بنتمنى من حضراتكم المشاركة على صفحتنا على فيسبوك وكمان من خلال حسابنا على تويتر، وتقولوا رأيكم في قرارات الرئيس مرسي الأخيرة. هنخرج لفاصل قصير وبعدين نرجع نشوف عناوين صحافة مصر في زي الشمس. We'll be right back.
ترجمة